ثلاث كلمات كفيلة أن تجعل المواطن الأردني عارفاً حق المعرفة عن ماذا نتكلم. دوار ساحة باريس اسم قد يتشابه مع تلك الدولة الغربية، ولكن شتان أن يكون مثلها. فالغريب من بلد متطور كالأردن أن يغفل عن المشهد الغير لائق في تلك المنطقة. فما المانع أن يصبح شارعي التقسيم التركي ونظام في باكو أسماء نتمثل بها لنرتقي لمشهد أكثر حضارة؟ وهذا الاسم الثلاثي قد يكون مشروعاً استثمارياً مربحاً لتعزيز سياحتنا المحلية والخارجية لو خططت أمانة عمان لقفزات نوعية أكثر جدية. فماذا لو أصبحت الويبدا اسم يرتقى به على الخارطة السياحية؟